سلمت الأميرة ليلى سلمى رئيسة مؤسسة ليلى سلمى للوقاية وعلاج السرطان مرفوقة بالأميرة ليلى خديجة اليوم الميدالية الذهبية لمنظمة الصحة العالمية، ومنحت السيدة مارغريت شين المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية الميدالية الذهبية للأميرة ليلى سلمى، وتتوج هذه الميدالية الأعمال والمبادرات التي تنجزها مؤسسة ليلى سلمى في إطار التوجيهات السامية للملك محمد السادس. وقد تم منح ميدالية منظمة الصحة العالمية في ختام مهام المديرة العامة لهذه الهيئة من طرف الدكتورة مارغريت تانش لأربع شخصيات عبر العالم اعترافا بالدور الهام الذي اطلعوا به في مجال الصحة. وأشارت السيدة تشان إلى أن مؤسسة ليلى سلمى تجسد مثالا عمليا على الالتزام وتعبئة الموارد على مستوى المجتمع المحلي، وهي فعلا دعوة للتفاؤل والأمل المقترن بالعطاء والعمل، مشيدة بجهود المملكة المغربية التي كان لها السبق والريادة في تنفيذ نظام المساعدة الطبية الذي يهدف إلى تحسين التغطية الصحية وتعميمها، وهو ما يتفق مع استراتيجية المنظمة وأولوياتها لبلوغ التغطية الصحية الشاملة. اليوم 25 من شهر مايو لعام 2017 قمت ونيابة عن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بتكريم الفائزة بالميدالية الذهبية لمنظمة الصحة العالمية صاحبة السمو الملكي الأميرة ليلى سلمى. الأميرة ليلى سلمى من الشخصيات النادرة التي كرست جهدها في العمل الإنساني التطوعي النبيل، فأنشأت مؤسسة ليلى سلمى لمكافحة السرطان في عام 2005 وبدعم سخي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه، بإنشاء هذه المؤسسة لتكون مؤسسة للأعمال الخيرية تقوم على العمل من أجل اكتشاف أمراض السرطان في الأطوار المبكرة والتدخل لعلاج الأمراض وخاصة عند النساء. هذه المؤسسة توسعت، وعلى مدى هذه الأعوام فشملت 5 مراكز في المملكة المغربية، ثم انتقلت إلى بعض الدول الأفريقية لتخفف هذه المعاناة عن الناس.